بالموازاة مع الحركية التي تشهدها مختلف قطاعات البلاد، شرعت الجزائر وبخطوات متسارعة إلى تجسيد الحوكمة الإلكترونية وتحقيق تحول رقمي كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات وجرد مقدرات البلاد ورقمنتها. رئيس الجمهورية وبعد أن وضع هذا المسعى على قائمة التزاماته جعله اليوم في صلب اهتماماته لما له من أثر على المردودية وفرض الشفافية والقضاء على البيروقراطية. قطاع الفلاحة الذي يعد أحد روافد النهوض بالاقتصاد هو الآخر لا يمكنه الاستغناء عن الرقمنة، حيث تم الشروع في إحصاء فلاحي عام انطلق في 19 من مايو الجاري وسيستمر إلى غاية 17 من شهر جويلية المقبل. العملية هذه يومية، نجرد المعلومات، نحصل معلومات مساء، نقوم بإدخالها على مستوى المنصة الرقمية التي أعطيت لنا من طرف وزارة الوصية من أجل تحديد كل المعطيات اللازمة أو القاعدة البيانية. رانا هذا متأملين بهذا الإحصاء هذا باش نحلوا به المشاكل تاع الفلاحين تاعنا. خرجات ميدانية تجوب المناطق الفلاحية وتزور الفلاحين لجرد مقدرات البلاد وإحصاء المستثمرات والعقار الفلاحي وكل ما له علاقة بالقطاع قبل رقمنتها، كما ستحدد النقائص وترسم الآفاق بغية تعزيز الأمن الغذائي للبلاد. هذا الإحصاء سوف يمكن الولاية من تحديد وبدقة ما هي الإمكانيات التي توفر عليها في مجال العقار الفلاحي، في مجال المنشآت الفلاحية، وكذلك تمكننا كذلك من تسطير ورق الطريق مستقبلية باتجاه تدعيم قطاع الفلاحة على أن تخطط مستقبلا سياسة الفلاحية على ضوء النتائج المتوصل عليها في قطاع الفلاحة. ربما سوف ندعم القطاع في مجال الري الفلاحي، كذلك المكننة العصرية. هذه العملية الكبرى الدور الهدف الأساسي لها هو التعريف بجميع المستثمرات الفلاحية ورقمنة القطاع، كما تكشف هذه العملية على القدرات التي تحتويها الجزائر والنقائص الموجودة في القطاع، وهذا ما يسمح للسلطات العليا باتخاذ قرارات رشيدة من أجل تطوير القطاع. هي خطوة أخرى لدعم القطاع الفلاحي والتقرب أكثر من الفلاح لإزالة العراقيل وتقديم الحلول والتوجيهات. الإحصاء الفلاحي من أجل تنمية مستدامة.